السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم مع بعض في مادة التربية الإسلامية، المحور الأول من أكون. تمهيد عندنا الله ربي، مش احنا حفظنا النشيد مع بعض ونكرر ونقول من هو ربك؟ الله. ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. تاني مع بعض، من هو ربك؟ الله. ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. درس الأول بعنوان أركان الإسلام. درسنا الأول بعنوان أركان الإسلام. تعالوا مع بعض نعرف إيه هي أركان الإسلام. أول ركن من أركان الإسلام، الشهادتان. الركن الأول الشهادتان: الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. تعالوا مع بعض بقى نعرف أركان الإسلام ركن ركن. الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة. الركن الثاني إقام الصلاة. الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. الركن الثالث إيتاء الزكاة. يعني إيه يا حبايبي إيتاء الزكاة؟ كلنا عارفين، شايفين الصورة، حد واحد أهو بيحط فلوس في الصندوق، صندوق كده، واحنا رايحين بنصلي مع بابا في المسجد بيبقى فيه صندوق صغير بنحط فيه ايه في صلاة الجمعة. مش بنشوف كده الناس بتحط فيه فلوس في الصلاة في الصندوق ده واحنا بنصلي الجمعة؟ طيب الصندوق ده يا مس بنحط فيه الفلوس دي ليه؟ احنا بنحوشها يعني؟ لا، احنا بنودي الفلوس دي للناس الفقراء والغلابة والناس اللي هما ما عندهمش فلوس يجيبوا حاجة لولادهم، ما عندهمش فلوس يجيبوا اكل لولادهم، فاحنا بنديهم الفلوس دي. دي اسمها فلوس الزكاة. ده الركن كام؟ الركن الثالث من أركان الإسلام. الركن الثالث من أركان الإسلام. الركن الرابع من أركان الإسلام وهو صوم رمضان. الركن الرابع هو صوم رمضان. الركن الخامس من أركان البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الركن الخامس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. عارفين يعني إيه حج البيت؟ يعني الكعبة، يعني بنروح البيت الحرام. المقصود بالبيت هو البيت الحرام اللي هو الكعبة. الكعبة إحنا بنروح ونطوف حوالين الكعبة ونلبس لبس الإحرام ونعمل حج أو عمرة. هو ده الركن الخامس من أركان الإسلام. نرجعهم تاني مع بعض. يبقى الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة. الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. الركن الثالث إيتاء الزكاة. الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان. الركن الرابع صوم رمضان. الركن الخامس من أركان الإسلام حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الركن الخامس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.